عايش في هدنة من زمان، أنا الأوانة حارب عشان أعيش في السلام. جربت الاستسلام والإنكار كمان، كل الطرق بتأدي لصدام. صدام مع شخص جوه يتزرع، تربية الزمن والناس والمجتمع. مش مني بس غصب عني هو المتحكم، زي إيقاع أغنية ماشي معه وخايف أتقدم. جسمي أصبح سجن وأنا فيه محبوس، مكانة دايرة وأنا ترس من التروس. وسيلتي الوحيدة للهروب إني أعيش للناس، سجن أكبر مصطنع مقفول بترباس. ولا متغرب استسلام في شكل السلام، خايف أبعد أنا وخايف أقرب، انكسار في شكل انتظار. أنا متغرب استسلام في شكل السلام، خايف مجتمع مريض وأفكاره، مجتمع أعمى مش شايف انهياره، مليان أمراض نفسية وعنصرية وطبقية. زي بالظبط ما هو بيخاف من هي، هي تغلط يذبحوها وتتداوى، هو يغلط يقوله معلش دي شهوة. وقيس على كده كل تفصيلة في حياتنا، كل المبادئ بتتجذب في كل حكاياتنا. مبقاش ليا في الناس ومش قادر أخبي، كفرت بكل حاجة إلا ربي، ومش هخبي في أسئلة كتيرة عندي، ورغم كل ده لسه الإيمان في قلبي. أنا متغرب استسلام في شكل السلام، خايف أبعد أنا وخايف أقرب، انكسار في شكل انتظار. أنا متغرب استسلام في شكل السلام، خايف أبعد فيا أثر دقت جوايا أجرس الخطر. أفكار كتير نزلت زي المطر، غسلت نفسي من عرف البشر. الكل شارك في الجريمة، كل داس على الزنا، ده الكل اختار السكات ودفن راسه في التراب. الكل إلا استثناء أحرار ورفضوا الاستعباد، محبوسين جوا قطيع متحوطين بالكلاب. خلاص مبقاش في قلب دقت طبول الحرب، يا انتصار يا انتحار مفيش عندي اختيار. أنا الأوان الحقيقة تنفجر في وش مجتمع مريض بيحتضر. أنا